أهلا بكم من جديد مشاهدينا. قبل قليل غرد حساب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وأطال الله بعمره بهذا النص على منصة إكس: يومنا الوطني المجيد ذكرى عزيزة متجددة في صفحات الوطن الأبي، متجذرة في وجدان الشعب السعودي العظيم. اللهم أدم على بلادنا أمنها ورخائها واستقرارها واحفظها من كل سوء.